السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منتجع هذا المخيم في البيب الأول للأخوة العرب في تركيا، ما شاء الله كان مخيم رائع جدا، واستفدنا من المدربين اللي حضروا ويانا، ونوجه لهم الشكر الأستاذ أهدى طهماز والشيخ كمال الدوسري والأستاذ أحمد العكيدي. بفضل الله كان يعني كان لقاء يعني بين الأخوة القادة، يعني مفعم بالحيوية والنجاحات اللي شفناها يعني في خلال هذا المخيم. بعض الأعضاء بدأ يشتغل، هو هنا يكسب أعضاء وبدأ يغير الخطة مالته، ففعلا يعني اللقاءات تنفع كثيرا، وبإذن الله ستتغير هذه المخيمات في تركيا. شكرا لك، حياك الله.